سأوصل هذا الكابل الكهربائي الآن. رائع. تينا. نعم سيدة روسس. أعتقد أننا سنحتاج البطاريات، أيمكنك أن تحضريها من أسفل؟ بالتأكيد، ستجدينها في غرفة أبحاثي بالأسفل. نعم فهمت. سيدة روسس، ما موضوع هذه الأبحاث ها؟ حسناً ديف، أحاول منذ سنين إثبات أن حضارة الهنود الأزتك كانت تعيش قديماً هنا في بابلو جراندي. ياه، لو استطعنا إثبات ذلك قد يتراجع العمدة عن إغلاق المدرسة. ممكن، ولكن مع هذه الميزانية القليلة قد لا نتمكن من ذلك. هذا المكان مخيف. ما هذا الصوت؟ هذا صوت تينا. لنذهب. تينا، هل أنت بخير؟ ما هذا؟ إنه شبح. حسناً أيها الشبح أو أياً ما كنت، سأقضي عليك الآن. هذا ليس جيداً. هذا بحق السماء. ديف افعل شيئا. لا أستطيع الحراك. هل أنتم بخير يا أولاد؟ أعتقد هذا، على الأقل أنا كذلك. لنصعد إلى أعلى، سأعد لكم الشوكولاتة الساخنة ثم أطلب الشرطة. ياه، هل رأيت هذا الشيء؟ كان مرعباً. كنت شجاعة جداً. وأنت أيضاً يا ديف. أنا آسف حقاً يا تينا، لا أعرف ماذا حدث لي، فقط لم أستطع. لا مشكلة يا ديف، لا أحد مثل زورو. نصيحتي لك ألا تقدم بحثك عن الأبطال الخارقين. كان هذا محرجاً. دييغو، هل ترى هذا الصقر بالأعلى؟ نعم يا جدي. كلما حلق عالياً دل ذلك على الشجاعة. لتكون زورو حقاً يجب أن تساعد الآخرين ليجدوا الشجاعة بداخلهم. وكيف أفعل ذلك؟
هذا شيء يجب أن تفعله بعناية شديدة. لازلت لا أفهم يا جدي. سوف تفعل يوما ما، ستلهم شجاعتك الآخرين تماما كهذا الصقر. أما زلت تحلم يا دييغو؟ نعم، كان حلما غريبا، وكان أيضا غير منطقي على الإطلاق. حسنا، تناول إفطارك، سيشعرك هذا بتحسن. شكرا سيدتي. دييغو، لماذا تبدو متعبا كل صباح هكذا؟ هناك الكثير من الملاهي في أرجاء المدينة يا أبي. هل أنت متأكد أن ليس للأمر علاقة بشخص يلبس أسود؟ ها أبنائي الأعزاء، أنتما تخفيان شيئاً. كان برناردو يذاكر طوال الليل من أجل الامتحان، أليس كذلك؟ يجب أن تتعلم تنظيم الوقت حتى لا تكون بهذا الكسل طوال اليوم. سهرنا طوال الليل في مطاردة العصابة. هل قال أحدكم شيئاً؟ لا يا أبي، أنا أحضر المزيد من العصير. وأخيراً قصة غير عادية عن الأشباح، معكم سالي لوري. سالي؟ شكراً جيم، أنا هنا في مدرسة فرانسيسكو ماديرو الإعدادية، إحدى أقدم المدارس في بويبلو غراندي، حيث حدثت بعض الظواهر غير العادية اليوم. هاي، هذه مدرستنا. كان مخيفاً، كان كالتمثال، إلا أنه كان شبحاً. كما تعلم يا جيم، هذه واحدة من أهم المدارس التي توجد بهذه المدينة، وسيقوم العمدة مارتينز بهدمها لتطوير الضاحية، وأظن أن هذه الأحداث ستعجل باتخاذ هذا القرار ويتم هدم المبنى. ما هذا التقرير؟ هذا غير منطقي على الإطلاق، شيء مريب يجري هناك، وأنت تعلمين ما قد يعنيه هذا. بالطبع أعلم ما يعنيه هذا، صديقنا العمدة ينوي شيئا شريرا يا سيدي. ما رأيك برناردو؟ لعل زورو يجب أن يلقي نظرة. هذا من شأنه إقناع الناس بضرورة هدم هذا المبنى المتداعي. أعتقد أيها السادة أنه يمكنكم البدء في إنشاء كازينو المقامرة قريبا جدا. هذا بالطبع بعد دفع الثمن المعتاد مقابل خدماتي. نعم بالتأكيد. حسنا، ولضمان عدم تعطيل مخططنا الخاص، أعتقد أن ظهور الشبح مرة أخرى ربما يكون مفيداً. نعم، هل كل شيء جاهز؟ نعم بالتأكيد يا زعيم، لا مشكلة. حسناً إذن، أريد هذا المبنى أن يختفي قبل نهاية هذا الأسبوع، هل تفهم؟ بالتأكيد يا زعيم، لا تقلق، يريدنا الزعيم أن نطرد الناس من هذا المبنى إلى الأبد. لنبدأ في تشغيل آلات الرعب، هيا. الجو بارد الليلة، ولا شيء مريب حتى الآن. قد يمكنني النوم قليلا هذه الليلة. أو قد لا أفعل. هذا شيء لا نراه كل يوم. برناردو، هل ترى هذا؟ هل تستطيع أن تجري مسحاً لهذا الشيء؟ عظيم، أطلعني على ما تصل إليه. ماذا لديك؟ سالب، الهدف غير واضح. أمر متوقع، ماذا عن داخل المدرسة؟ تم تأكيد وجود العديد من الأشخاص بالداخل. من الأفضل أن أتأكد من الأمر. يبدو أن الجميع قد اجتمعوا لحضور هذه الحفلة. ضيف شرف الحفلة غريب. سأنضم إلى الحفلة. أريد
أنا آسف على الإزعاج يا أصدقائي، كنت أتفقد شيئاً. أظنه إنذاراً خاطئاً. قد يكون صديقنا الشبح هذا أحد تجارب معرض العلوم. ها؟ لقد عاد! لقد عاد! الشبح قد عاد! هل من مشكلة يا صديقي؟ زورو! هل هذا أنت حقاً؟ ماذا بك يا صغيري؟ ألا تخبرني بما يخيفك؟ الشبح! لقد رأيته في الممر وهو قادم إلى هنا. لما لا تخرج من عندك؟ سنتحدث في الأمر. هذا أفضل. والآن هذا الشبح قد يكون إحدى المشروعات في معرض العلوم. كلا، لقد رأيناه بالأمس، إنه حقيقي جدا. أنا لا أعتقد. قد يكون محقا سيد زورو. أنا السيدة روسس، مديرة المدرسة. أعلم من تكونين سيدتي، والكل يعلم ما تبذلينه من جهد هنا. شكرا لك. إذن قد تعلم أنني أقوم بأعمال التنقيب في قبو المدرسة. فاعتقادي أن حضارة المايا كانت تعيش هنا في المدينة. في الحقيقة أنا لا أفهم. يا لها من مفاجأة. تقومين بمطاردة الأشباح الليلة؟ أنا أطارد أي شيء. كما كنت أقول، صورة هذا الشبح تشبه صورة أحد الآلهة في حضارة المايا. لست واثقاً من وجودها. أشباح؟ انتبه! ابقى هنا لنجرب هذا معك. نلت منه أليس كذلك؟ نلت ممن؟ هل الجميع بخير؟ تينا؟ أين تينا؟ من هي تينا؟ إنها صديقتي، كانت معي في الممر حينما رأينا الشبح. اعتقدت أنها سبقتني، لكنني لا أراها. هل لديك فكرة عن مكانها؟ كانت في القبو عندما ظهر الشبح بالأمس، ربما عادت لتبحث عنه. لا شيء يخيف هذه الفتاة. سأبحث عنها، ابقى أنت هنا تحسباً لظهور هذا الشيء ثانية. سأصحبك إلى هناك. بالأمس حاولت تينا مساعدتي، والآن حان دوري لأساعدها. حسناً، ولكن توخي الحذر. لما سينيور زورو؟ هل تقلق على سلامتي؟ لا، ولكني قلق على الفتى. حسناً، هيا يا فتى، لنذهب للبحث عن تينا. لم يكن هذا لطيفاً سيد زورو، أنا أتوقع الأكثر منك. سيدتي، آسف. لا أتذكر أني رأيت هذا هنا. جهاز للتحكم في الشبح؟ هاي، هذا الشبح غير حقيقي. أحدهم يحاول. أنت حقا فتاة ذكية، ولكن ربما أكثر من اللازم. هل أنا سوف هاي دعها تذهب. يبدو أن الأمير قد جاء لإنقاذ صديقته الجميلة. ماذا ستفعل؟ هل ستضربني؟ كلا، أنا سوف أفعل. أعتقد أن لك يداً في موضوع الشبح هذا، هل لديك تعليق؟ نعم، أنا هذا ما اعتقدته. هناك، على الحائط، هم يحاولون إثارة رعب الجميع. هكذا إذن، هيا اذهبوا وأنا سأتولى الأمر. لا بأس، أنا وصديقي سنتحدث قليلاً. هيا يا صديقي، أخبرني ما موضوع البيت المسكون. ابقي مكانك ولا تتحركي. هل تريدين أن أتحدث؟ حسناً،
من الأفضل أن تنصتي جيدا، لأن هذا يا صغيرتي آخر شيء ستسمعينه. ماذا نفعل بها؟ لنلقي بها، هذا سيبقيها بعيدا عن طريقنا. حسنا، تقدمي. من الأفضل ألا تفعلي ذلك. عندما أخرج من هنا سأقضي عليكما. أنا أرتعش. حقا أنا خائف جدا. أنا مرهق جدا، هيا لنشغل هذه الآلة الآن. حسنا يا صديقي. أمسكوها، لقد أمسكوا بها. من فعل؟ الأشرار هم الذين يتحكمون في الشبح. يتحكمون في الشبح؟ نعم، الأمر كله مزيف. عاد الأشرار الذين أمسكوا بها. بسرعة برناردو، لدي أمر طارئ هنا. أعلم أنه مزيف، ولكني أتساءل من يريد أن يخوض كل هذا من أجل إرهاب مجموعة من الأطفال؟ كازينو مقامرة؟ فهمت. يريد العمدة أن يهدم المدرسة كي يقيم كازينو بدلاً منها، لذا أراد من الناس أن يظنوا أن المكان مسكون. عظيم، سأتولى الأمر من هنا. أين هذا الرجل الذي أمسك بها؟ في القبو، هيا أنا سأصحبك. كلا، من الأفضل أن تظلي هنا، سأذهب أنا. لا أظن أنك مخيف، خاصة وأنك مزيف، ألا تعتقد هذا؟ أعرف هذه النظرة. سأعبر من خلال الشيء، ولكن علي أن أتحرك بسرعة. كنت أود أن أبقى للعب، ولكني مضطر للذهاب. لدينا صحبة. إنه زورو، لنخرج من هنا. سأتولى أمرهما بعد أن أعثر عليها. برناردو، قم بعمل بحث عن أي كائن حي، افعل ذلك بسرعة. لا أعلم هذا، ولكن لا يمكن أن يكون هذا جيداً. يجب علينا أن نفعل شيئاً. نعم، أنا موافق وسأفعل ذلك. لا، قد تتعرض للخطر. أحد ما عليه فعل ذلك. أنا لم أكن أعلم أنك بهذه الشجاعة. ولا أنا، حتى قابلت زورو فهو ينقذ الجميع. الآن علي أن أساعده. سأجرب هذا. هذا سيفي بالغرض. وهدف. سينفجر هذا الشيء. انتهى أمر الشبح، علي الآن أن أجد. ماذا يحدث هنا؟ ليس بالكثير. جميل أن أراك سينيوريتا، أي خدمة؟ يمكنك أن تساعد فتاة، أم أنك لا تحب؟
هو لا، نحن الأبطال الخارقون، قمة في التهذيب. سيدي أنا أختلف معك في الرأي، ولكن سيدي مبنى المدرسة قديم متهالك، أثر تاريخي. أنا أزيتك، ولكن لكن 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 نعم سيدي أفهم هذا. ماذا علي أن أفعل الآن؟ إن لم أبقى على وعدي للسادة سيظنون أنني ضعيف. هل أنت بخير يا أبي؟ تبدو منزعجا. اطمئني يا عزيزتي، لا تقلقي بشأني، مجرد مشكلة بسبب ال... ماذا كان ذلك؟ أعتقد أنه زورو. لا، أنا لا أرى شيئا يا أبي. ألا تعتقد أنك ترى شبحا؟ أظنني أحتاج إلى راحة.